يبيعوا فيه العبايات. هل كل عام تشري عبايه ولا كل عام؟ هذه كل عام زعما الله يبارك لنا حنوت ما شاء الله زعما اللي تحوس عليها من الصباط لا في الجبادور ولا في العبايه ولا في السوا زعما يعني كاليتي ولا زعما ما كاين زعما يقول لك ما كاينش ولا كل شيء زعما الله يبارك لنا كل ما عندي عندها كل يوم عندي زعما عندها نعيد عندها. واش هو الاختيار تاعك واش تفضل انواع العبايات اللي انت كي تشري عباية تشريها على جال المناسبة ولا تشريها كل مرة للصلاة؟ هي لا زعما تشريها كل مرة باش تعرف المناسبة تاع العيال تاع المسابقات تاع رمضان تاع الولاد وحفظ القرآن زعما كل عام. والولاد تشري لهم العباية؟ تشري لهم عباية خاطر ما نجيش زعما ولدك شحال في عمره هذا اللي بغيت تشري العباية؟ عندها 10 سنين. قبل ما بغينا معي قال لي حافظ القرآن كامل؟ لا 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 زعما الله يبارك ما شاء الله زعما النوعية من مالت هي زعما معقولة مليحة الله يبارك. وكل عام تجي هنايا؟ كل عام كل عام غير قلت لك المعاملة زعما الله يبارك زعما المعاملة عندي فوق ماشي غير بالهضره اللي خارج صح. ومن ناحيه على الاسعار كيفاش تشوفوا مقارنه بالعام اللي فات ولا نفس الاسعار ولا على حسب النوعيه؟ ما ندورش انا لا فرق الطواف ما زعما هنا سير معقول زعما هنا بلان ماشي مباشر صح ماشي كل خطره نجي عليهم بلا عيده ما ايام تاع هاي المناسبات زعما شري زعما سير معقول. وفي لاكاليتي النوعية مليحة؟ نوعية مليحة، نوعية الله يبارك، نوعية أنا النوعية اللي جايبت لي.